أيها الحضر الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أعضاء اللجان الميدانيين والمتابعين والمهتمين بالتنظيم، أول انطلاق هنا في هذا الميدان في ميدان الهباب، أعلنوا عن دفعة جديدة، أول شوطنا آخر يتجدد بين الحين أول آخر، وهو شوطنا التاسع في مجموع الأشواط، وخصص لفئة الأبكار بشعارات أبناء القبائل التي تتنافس على هذا الناموس. نرحل 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 إلى المركز الأول والقاهرة للمر بالراشد بن علي العوادي على المركز الأول، لك عوايد يا العوادي على المركز الأول، اللي ينافسك أيضا غدير بغدير سعيد بن سالم بن عبيد العامري المركز الثالث، عندنا دوار وهذا الأسم روحه يسوال الساوية، دوار ديرة دوار ديرة عبد الرحمن بن راشد بالشاوي الأغفلي، والمركز الرابع عندنا ظبي الحمد بن سيف بن راشد بالشاوي الأغفلي. يلا يا جماعة يلا، سكت على الأبطان والموقف يبي يشد الحزام، روح يا اللي بتروح، روح يا راعي غدير، روح يا راعي غدير، سعيد بن سالم بن عبيد العامري، ووصلت الظبي حمد بن سيف بن راشد بالشاوي المركز الثالث. أقول اللي هي ميزة العلي بن سعيد بالبذرة الخاطري، ولكن حلوت المعركة، اشتدت المعركة بين غدير لسعيد بن سالم بن عبيد العامري وبين الظبي بالشاوي بالشاوي العامري العامري الشاوي الشاوي العامري العامري الشاوي الشاوي، راح الشاوي راح الشاوي، يبى الناموس يبى الناموس الثالث ياخذ النقطة الثالثة لأهالي اللبسة، هلي فلي معله ناموس الناموس الناموس، الظبي الظبي الظبي، الله الله، سلام يا بالشاوي سلام سلام، الحمد بن سيف بن راشد بالشاوي الأغفلي نهني على فوز الظبي بالمركز الأول، المركز الثاني لسعيد بن سالم بن عبيد العامري، المركز الثالث أقول ميزة العلي بن سعيد بالبثرة الخاطري. توقيتنا الزمني دقيقتين 16 دقيقتين و16 ثانية.